وزارة صحة النجف شعبة السيطرة على السرطان إصابات متزايدة في الأمراض السرطانية تقريبا من عام 2020 إلى عام 2024 شهر السادس 2024 19,056 حالة إلى حد الآن، والعدد في تزايد طبعا إلى حد نهاية السنة احتمال توصل إلى 21,000، يعني أعداد مضاعفة من الإصابات السرطانية وجدا جدا جاية تضاعف الأعداد. ومثل ما نعرف إحنا كل الأعداد هذه والإصابات تحتاج إلى علاجات، وأغلب العلاجات هي ما متوفرة في محافظة النجف. يعني عندنا مركز الأورام مو كل العلاجات متوفرة به، أكو علاجات يلجأ المرضى إلى شرائها من خارج من الصيدليات، أو مرات يلجأ إلى السفر إلى بعض الدول عن مدي يجيب هذه العلاجات. هذه المبادرة تشمل كافة المرضى من كافة المحافظات، وهي تتوفر من عندها توفر الاستشاريات المجانية إضافة إلى العلاجات والتحاليل. قدر الإمكان نساعد المريض على متابعة العلاج وعلى المتابعة، وتكون أسهل للمريض، ونتمنى أنه نحاول نساعد بالقليل للمريض. ونشكر حقيقة مستشفى أمير المؤمنين على توفير هكذا مبادرة ومساعدة المرضى بأقصى قدر ممكن. أنا جاي بوالدتي هنا، عندها مرض سرطان الثدي من 2015 لحد الآن صار 10 سنوات أراجع به. جينا هنا على مود بيت إسكان، أنا هالمرة الثالثة مسوي هنا، لأن بيت إسكان ما متوفر عندنا بالمستشفى، فهنا متوفر. فجيت عن طريق العتبة، سوى لي بيه تخفيض 250,000، وهسه إن شاء الله راح نسويه.